في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمل تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمل تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى. ساعتين يا اخي ساعتين انا بجي لك الناس قاعدين قال انت مشغول مشغول في نوبك كوتينا يا اخي مش شوف شغلك يا اخي انا شغلي ما جيت اشوفه داير اشوفك بتطفع شنو داير الشاي داير جبنه داير جنزبيل داير شنو بعدين وينو ذاته الراس اللي بيشربوا لي شاي انت شغل شغلتك ذاتك ما شايفه يا اخي شنو يا اخي شغلتي انا يا اخي لو رتبي كم بدوني كم عشان انا اشوف شغلي خلاص انت وقت المرتب ده ما عاجبك ابقى مالي يا اخوي في زول محتاج للمرتب ده بيقبل الناس يشغلون يا اخي يا اخي قاعد تلعب في الكوشتين اختشوا يا اخي اختشوا لا يا تشرب شنو لبيب امشي جيب لي كوبايه شاي امشي يا اخي امشي يا اخي امشي اجيب لك تراب تراب يا شنو تلعب صفرا يا السلام عليكم يا استاذ عليكم السلام والله بالحقيقة انا قاعد اجيبكم امي السؤال الورق اللي دعيتها واقف عليك انت بس يا اخي وتريد على بكره بس انا جيت يا اخي طيب خطوه تعالي بعد ساعتين تعالي بعد ساعتين ما شايفني مشغول اعمل شنو يعني مشغول يا شنو معك من مطيبة انت شغاله هنا واسطه في الاداره دي ولا شنو عن المصلحه دي ما حقت الناس المساكين دي الزول ده له ثلاثه يوم بساسك بطل شغلك يا اخي ما تشتغلي له شغله نعم عايش شنو يفضل داير اشوفك وتطفح شنو شيل الكوبايه الفاضيه دي وجيب لي قهوه سالك انا وينه والراس اللي بيشربوا القهوه ده شنو انتي جزاته طيب مره شنو القهوه يعني قهوه مره والله ما طعمه والله ده راجل يا تيوم انا قاعد اشرب قهوه مره شيله وامشي ماشي يعني انت شغاله هنا قهوه والله لا تحقق احلامك هنا انت من اخذ الاجر حاسبه الله بالعمل يلا بك هنا اشرب لي جبن لكن احنا منتظرينك يا اخي لنا ساعتين برا يا اخي تفضل عمر شباب يا اخي زلمه تفضل اطلع برا اشتغلنا ونمش احنا ثاني ذات ما اسامه هيما يا سلام ابراهيم كيف الاخبار ان شاء الله طيب يا اخي صحتك واخبارك الله يسلمك مستعجب يا اخي الله يبارك فيك اتفضل الله يسلمك معي يا شباب بس معي ضيف اتفضل اطلع برا يا اخي ما اشتغل لا اطلع برا اطلع برا يا اخي انت تفهم انا معقول يا شباب انتوا ما قلنا احنا مجينا قبل لا معلش شويه كده اطلع برا خذ الاستاذ مشغول تفضل لو سمحت تفضل يا شباب الاستاذ مشغول يا اخي اطلع برا تفضل يا اخي ابراهيم كيفك يا اخي وين انت يا اخي موجود يا سلام يا اخي يعني الله يطول عمرك يا اخي استاذ كيف شغلك ضيف نعم طبعا انا عملت اجراءاتي كلها اطلع برا اطلع برا استاذ تفضل اطلع برا حاضر مش شايفني مشغول معلش ما انا مشغول يا اخي ابراهيم الله يرحمك كيف الاخبار؟ ان شاء الله يا اخي تعب والله شغالين شو يا اخي اقول لك انا ما قادر نحك راسنا والله زحمه زحمه تشرب شنو؟ تشرب شنو شاي ولا جبن؟ والله يا اخي يمكن خلاص كويس 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 يا في ضد اخبارك؟ تمام وين والله يا واحد يوم شفت هنا بقي من الصباح تلفون لا تضرب تلفون يا في ضد جينا يا استاذ عليك الله لو سمحت يعني جبنتين مضبوطه واشوف ابراهيم تشرب شنو؟ انا عايز اوفلتين هاي هي تحقق احلامك فينا ولا نعم لا كويس هاي سكر خفيف جدا هاي والبردين
بس ادوني شويه كده 5 دقائق بس عشان عزيز علي جاي الساعه 11 5 دقائق معلش يا فضيل معلش يا فضيل لازم عندها عزام من بره معلش يا فضيل ضمن لنا كده معلش هو كبير لكن اقول لك كلام يعني اخذت انه كزول كبير كده لا اقول لك كلام رايك شنو نمشي نفطر حتى بعد ذاك نجي من الجبنه والاوفلتي والله ده كلام سليم لانه الليل اليوم ده انت كله معاي هنا اساسا اليوم مفتوح تمام اختورت منك يا وصل والله يا اخي ده زمن بعيد خلاص يا سلام يا اخي نمشي نمشي انا جعان شديد بالمناسبه نمر عند نقول هنا كلاس لسه بتحب بالرمرم والله السلام عليكم. عليكم السلام. تعال. أنا خالد. ده مكتب المدير؟ لا لا مكتب المدير بهناك لكن أنت المدير ده المدير. أنا ده عندي إجراء المفروض أعمله قبل 3 يوم يعني لسه يا أخي الموظف أسامة ده عمل أي حاجة يعني. أنا مسافر فين ومرتي عيانة يا أخي ده أعمل إجراء بس أنت بس صغير كده وخارج. يا أخي والله أسامة ده نجب الناس وضيع زمان وضيع زمان البلد كلها. أقول لك كلام؟ المدير ده أنا بكلمه لك خلك أنت بس مش مقعد هناك أنا هزي بجي لك للمدير. بتكلم يعني؟ بس خلوا عليه يمشي. عليك الله ابراهيم. اشرف اخباره شو؟ اشرف تمام والله ما عندي اي حاجه. يا راجل اموره طيبه الحمد لله. والله طولت منه طول فتره. لا ده جاهز. اها طيب شو دي فولة؟ لا 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 فولة رهيبة. يا زول انا قلت لك الليله حفطرك فطور تمام يا جيت في زمنك. نعم. عليك الله الجبنة ولا قلت شنو؟ اللوبرتين. اللوبرتين. المدير داير خلي الغير فازين حق الزول، قوم المدير داير. لا 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 اوبلتين. اي لا اسمع ما نشرب الجبنة وبعد ذلك ما نشرب الجبنة. لا الجبنة انت الليلة ما عارف تشربها وين ابقى ما عارف. في شنو حضير؟ قول ما في شنو. قاعد لي ده انت ده قاعد الساعه اللي جاي تقول لنا تضيع في الساعات انت قاعد الساعه تقريبا راح ضايع خلاص خلاص برا عندهم ساعات راحت شوف ده لما نقعد الساعه هنا في كم ساعه راحت من عمر البلد بسبب الزول ده انا راح ابقى مارك عليه المدير احترم الضيوف يا عبد الله يا اخي فين؟ اوفلتين انت بس انا سامع دي من جواب من وين؟ اصلا ما تهدي ايوه مسافة الزمن لا لا خذ راحتك خذ راحتك السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم السعادة. مرحبا. قالوا لي عايزين. ايوه عاوزك. عاوزك يا أسامة. ده شنو اللي بيحصل ده؟ وين ما في؟ في شنو؟ هون ما في شنو؟ في إهمال يا سيد. إهمال. إهمال. عازم لي صاحبك في المكتب. أوفلتين يا أسامة. ما هو يا سعادتك اصلا ما شنو؟ ساعتين في فطور؟ المواطن ده بعذبته يا اسامه يا اخي شوف يا سيد انت مخصوم منك مرتب شهر لا حول ولا قوه الا بالله تستاهل التصرف المواطن تلقاه المرتب كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة بحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة سعينا للعمال نبتلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة سعينا للعمال نبتلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين دولة تبقى الأولى